الدكاتره المتدخلين في اشغال هذه الندوه. السيدات والساده الحضور الكريم، مساء الخير. نلتقي اليوم في ندوه حول دور الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج في نشر الثقافه المغربيه عبر الصناعه التقليديه. بقراءه سطحيه لهذا العنوان، يتبين بان العنوان يجمع بين ثلاث قطاعات، ثلاث قطاعات حكوميه: قطاع الصناعه التقليديه، وقطاع الجاليه، وقطاع الثقافه. ولا زدنا تعمقنا شويه في التحليل، ممكن نزيد نضيفوا وزاره الاقتصاد والماليه، قطاع التجاره، قطاع ديال المياه والغابات، قطاع المعادن الى غير ذلك، ونكونوا وصلنا واحد سته ديال القطاعات الحكوميه. وهذا يبين على الدور الهام اللي كتلعبوا الصناعه التقليديه في التنميه ديال البلاد. قال السيد الرئيس بان الصناع التقليديين والجاليه، الافراد ديال الجاليه ديالنا بالخارج هم سفراء. اكيد انهم سفراء، واليوم جمعنا هاد السفراء اللي عندهم واحد المكانه مهمه واللي ما كيناقشها حتى شي حد في واحد الندوه، ولكن ماشي من اجل المناقشه ديال الاهميه ولا الدور ديال الجاليه في التنميه الاقتصاديه ولا ديك الرؤيه النمطيه اللي كنشوفوها الجاليه من خلال التحويلات الماليه وقضاء ديال العطله الصيفيه في داخل الوطن، وانما واحد المنظور اخر اللي هو منظور ثقافي، والاليات اللي كيستعملوها وكيشتغلوا بها من اجل نشر الثقافه ديال البلاد ديالنا والحضاره ديالنا والتراث ديالنا داخل الدول المستقبله لهؤلاء المهاجرين المغاربه. اكيد انه من قبل نرجع شويه للوراء، اللي كانت البعثات ديال الدراسه بالخارج، كان المشاركين في هذه البعثات الاجنبيه للدراسه في الخارج كانت هي من تتاثر بالحضاره والثقافه ديال الدول الاجنبيه، كانت كتجيبها للبلاد باش انها كاين. بعد الجيل ديال المهاجرين، ديال العمال المهاجرين اللي مشاو بالاخص للبلدان الاوروبيه من اجل الشغل في البلدان الاوروبيه، وبواحد العفويه استطاعوا انهم ينشروا الثقافه المغربيه بداك اللباس ديالهم العفوي التقليدي عبر الصالون المغربي الى غير ذلك. واليوم مع هذا الجيل الثالث اللي كيحمل جنسيه مزدوجه، جنسيه مغربيه وجنسيه اجنبيه، كيفاش استطاع هذا الجيل هذا اللي ما زادش في المغرب وما قراش في المغرب انه ينشر، وانه اولا يتشبت بالهويه المغربيه؟ وهذه واحد المساله اللي كنحييو عليها الجاليه، وكنحييو عليها الاباء والامهات ديال الجاليه اللي استطاعوا انهم يرسخوا الهويه المغربيه والثقافه المغربيه للابناء ديالهم، وهما اكثر حفاظا، صدقوني انهم اكثر حفاظا على التقاليد المغربيه منا حنا اللي زدنا في المغرب. هذا الجيل الثالث اللي اصبح كما قلت يحمل جنسيتين بمشارب ثقافيه ودينيه مختلفه، له واحد الدور كبير في نشر الثقافه المغربيه وتاثيره في مجتمع البلد المستقبل، حيث انتقلنا من مرحله التاثر الى مرحله التاثير، وذلك راجع بالاساس للمكانه التي اصبح يحتلها افراد الجاليه داخل البلدان المستقبله، والمساهمتهم الفعاله في جميع جوانب الحياه، بل ان هناك من يساهم او من هناك من يسير ويدبر الشان العام المحلي بتلك البلدان ويساهم في اتخاذ حتى قرارات عليا، شفنا كاين وزراء الى غير ذلك. انا غادي نطرح واحد السؤال وما غنخلي الاجابه ديالو فيما بعد. السؤال هو: الا كانت هذه الجاليه كتقدم كل هذه الخدمات جليله للوطن انطلاقا من الاعتزاز ديالها بالوطنيه ديالها والهويه ديالها، شنو قدمنا احنا كدوله كحكومه كمجتمع مدني لهذه الجاليه؟ الشق الثاني كاين الحرفيين والصناع التقليديين، واللي
في مختلف الحقب عبروا من خلال أفكارهم وأحاساسهم معتمدين على مهارات جسدية خاصة يدوية وقدراتهم الذهنية والإبداعية الفردية والجماعية لتطوير الموارد البيئية المحلية سواء في جانب الإنتاج النفعي للاستعمال الأسري أو للتبادل مع ساكن المحيط القريب في إطار الهبة أو التسويق. ويتجلى هذا الحضور في حجم المعاملات من حيث صادرات منتوجات الصناعة التقليدية للخارج، وهنا لا أتحدث عن الرقم بمفهومه التجاري الاقتصادي، وإنما أتحدث عن هذا الرقم بمفهوم نشر ثقافة وتراث بلدنا الحبيب، حيث يمثل التراث الثقافي ذاكرة الشعوب، ويمكن التمييز بين نوعين من التراث: التراث المادي والتراث اللامادي، وتدخل في هذا الأخير المعارف والمهارات والممارسات والخبرات والأشكال التعبيرية، فضلا عن الأدوات والقطع والمنقولات الحرفية والأماكن الثقافية المتصلة بها تتناقله الأجيال وتعيد إنتاجه استجابة لبيئتها وفي تفاعل مع الطبيعة ومع حموليتها التاريخية. ويزود هذا التراث إحساس هذه الأجيال بهويتها واستمراريتها، ويغذي فيها احترام التنوع الثقافي والإبداع البشري. فالموروث الحرفي هو جزء مهم من التراث الثقافي الوطني، نظرا لارتباطه بمحيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتاريخي، وكذلك باعتباره تراثا ثقافيا غير مادي. وقد حدا باليونسكو الى تصنيف الحرفيين المزاولين لحرف فنيه تقليديه اصيله كانهم كنوزا انسانيه حيه. ونظرا للقيمه الثقافيه والانسانيه لهذا الارث الحرفي، في المغرب وقعت اتفاقيه بين المغرب واليونسكو يوم 17 اكتوبر 2017 بشان تطوير وتنفيذ نظام وطني أطلق عليه اسم الكنوز البشرية الحية في مجال الحرف. وتشمل الثقافة كل ما صنعه الإنسان في بيئته خلال تاريخه الطويل، وهي تعبير أصلي عن الخصوصية التاريخية لكل مجموعة بشرية، لكل مجموعة بشرية تعكس نظرتها إلى الكون وأسلوب حياتها. وتتجلى الثقافة في كل ما يرثه ويتناقله الفرد من محيطه الاجتماعي بعدة وسائل، منها التنشئة والتعلم الاجتماعيين والتناقل أو المثقفة بين الأجيال داخل نفس المجتمع، إلى جانب ما يتناقله أو يتبادله مع ثقافات أخرى. وظلت الثقافة مدكية لمجالات حامية، إذ يفضي استعمالها مباشرة إلى المستوى الرمزي وإلى ما يتصل بالمعنى، أي ما يكون الاتفاق عليه أشد عسرا مما عاده. وتتعدد أنواع التبادل والتناقل الفكري والمعرفي فيما بين الثقافات، فمنها المثقفة التي ترتكز على تفاعل الطوعي والإرادي بين مجموعتين اجتماعيتين مختلفتين، وتقوم على الاحترام والتسامح والاعتراف بخصوصية الآخر واختلافه. والمثقفة علاقة أفقية متساوية لا قصر فيها، وتستمد قوتها من التفاعل الثقافي العلمي. إلى جانب المثقفة يتحدث الأنثروبولوجيين عن التثاقف، وهو يدل على التداخل الحاصل بين مختلف الثقافات تأثيرا وتأثرا، ويحمل هذا التثاقف شحنة سلبية، إذ يتأسس على الصراع. وعايشنا وشاهدنا خصوصا الأجيال السابقة ما عانوه من عنصرية داخل مجموعة من البلدان، هذه العنصرية كانت نتيجة للحضور القوي والوازن للجالية المغربية، والشيء الذي لم يسعد بعض الفئات الراديكالية اللي عندها أفكار عنصرية تجاه جاليتنا بالخارج. وتتنوع أشكال ومجال التناقل الثقافي بتنوع الوسائل المعتمدة فيه، منها التناقل المباشر حيث يكون المانح والمتلقي جنبا إلى جنب، وذو تفكير منفتح يحضر بقوة في الحرف التقليدية التي تساهم جاليتنا بالخارج بشكل الوازن في تناقلها، بينما يتم التناقل غير المباشر باعتماد وسائط مختلفة من البسيطة التقليدية إلى الوسائل المستحدثة التي عززتها الثورة التكنولوجية المعاصرة بتقنيات التواصل الرقمية بالتزامن أو بالتتابع أو عن بعد،
والتي أصبحت تفرض ثقافة معولمة تمارس تأثيرها على ثقافات محلية وخصوصيتها. ويمكن حصر مجالات التنقل الثقافي في عالم الأفكار والتصورات الذي يتم فيه الاستفادة من ناتج العقل البشري، ليساهم بذلك في تطوير الإرث الحضاري الإنساني والاستفادة من تراكماته. مجال التواصل اللغوي الذي يتم إغناؤه بالمصطلحات والمفاهيم باعتماد الترجمة وتوليد الكلمات الجديدة. مجال الإبداع في الحرف والفنون والمهارات والخبرات لكل مجتمع إنساني. القيم والعادات والتقاليد، حيث تقتبس مجتمعات من غيرها بعض الرموز والأشكال. إن التنقل في مجال الحرف والفنون ومختلف الأشكال الإبداعية المرتبطة به هو قديم ومهم جدا، وإنجازه بشكل جيد وسلس يضمن الحياة من جديد للصناعة التقليدية التي يعتبرها ابن خلدون ملكة في أمر عملي فكري. وبكونه عمليا هو جسماني محسوس، والأحوال الجسمانية المحسوسة نقلها بالمباشرة أو عبولها وأكمل، لأن المباشرة في الأحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة، والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى حتى يترسخ. وعلى نسبة الأصل تكون الملكة، ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم، فالملكة الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة على الخبر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حدق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته. التساؤل اللي سبق لي طرحته بخصوص ماذا قدمنا لهذه الجالية سواء كحكومة أو كتنظيمات مدنية وجمعوية سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. خارج الوطن لن أتحدث عنها لأنها تقوم بدور مهم جدا، سواء في تأطير الأفراد ديال الجالية أو في تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لهؤلاء الأفراد. ولكن ما أثار استغرابي حقيقة هو المجلس الوطني للجالية المقيمة بالخارج اللي اعتبره غائبا، اللهم في المناسبات الرسمية وبعد اللقاءات والمعارض التي تنظم بالخارج، وحضوره يكون بشكل نوعا ما رسمي في إطار بعض اللقاءات أو الندوات. أما في الواقع ومن أجل الرقي والنهوض وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجالية فهو غائب تماما. وهنا يجب على الجهات المسؤولة العمل على تنزيل الاستراتيجية التي تم إعدادها وتم من أجلها خلق هذه المؤسسة على أرض الواقع. أود في الأخير أن أطرح مجموعة من الأمور لها علاقة بالصناعة التقليدية، على اعتبار الدور المهم التي تلعبه سواء على المستوى الاقتصادي السياحي الاجتماعي إلى غير ذلك. اليوم الصناعة التقليدية ومن خلال إقرار القانون المنظم للصناعات التقليدية جاء مجموعة من المكتسبات تبقى حقيقة بعيدة عن طموحات الصناع والحرفيين، ولكن على الأقل هي محاولة لتنظيم هذا القطاع، وذلك بخلق السجل الاجتماعي للصناع التقليديين. هذا السجل الذي يكون عنده واحد دور مهم، أولا في إحصاء الفئات ديال الصناع التقليديين والتقسيم ديالهم حسب الصناعات والمنتوجات اللي كينتجوها، كذلك إقرار مجلس الصناعة التقليدية اللي كيترأسه رئيس الحكومة، واللي كان ما تفعلش في إطار القانون القديم في إطار دار الصانع. اليوم في هذا القانون، وكما وصلني على لسان السيد الرئيس بأن هذا المجلس غادي يعقد،
غادي ينعقد عفوا اواخر هذا الشهر برئاسه رئيس الحكومه بحضور الوزيره في القطاع المعني ووزراء اخرين اللي عندهم ارتباط بهاد الصناعه التقليديه وبهذا القطاع ديال الصناعه التقليديه. والاهميه ديال هذا المجلس كتجلى في انه غادي على الاقل يدير لنا واحد الاجتماع اللي ممكن يتطرحوا فيه المشاكل اللي كتعاني منها الصناعه التقليديه من اجل بين الصناع التقليديين اولا والممثلين ديال الصناع التقليديين وبالمسؤولين على القطاعات المتدخله في مجال الصناعه التقليديه من اجل الايجاد بعدا يطرحوا هذه المشاكل اللي كاينه اللي كتعاني منها الصناعه التقليديه واللي ما كانش واحد المؤسسه واضحه اللي كتباشر وكتنظر في هذه المشاكل هذه مغير الان هو المجلس ديال الصناعه التقليديه المجلس الوطني للصناعه التقليديه. كذلك كاين مقتضى اخر جاء بهذا القانون هو ديال التنظيم ديال الحرفيين في اطار تنظيمات مهنيه. هذا التنظيم خاصو يكون خاص الاخوه الحرفيين والصناع التقليديين انهم يتكتلوا ويمشوا في اطار تنظيم لانه بدون تنظيم وفي اطار هذا التشتت والتكتو والكثره ديال التنظيمات ديال الجمعيات ديال الحرفيين والصناع التقليديين ما يمكن يستافدوا حتى بشي مزايا من المزايا اللي جا بها هذا القانون ولا الامتيازات اللي ممكن تعطيها اللي يعطيها القطاع ولا القطاعات الحكوميه للحرفيين والصناع التقليديين وعلى اساسها التكوين. والان كاين واحد الضروره ملحه للتكوين في ظل غياب واحد الجيل جديد اللي غادي يرفع ولا يحمل المشعل ديال الصناعه التقليديه. اليوم راه الصانع اللي توفى ما كانش اللي يخلفه، ما كناش كيما شحال هذيك اللي متعلم كيخلف المعلم ديالو. الان حنا غاديين في واحد التناقص واللي الى مشينا هكا راه غادي يكون يشكل خطر على الصناعه التقليديه وعلى المنتجات ديال الصناعه التقليديه. نقطه اخيره تتعلق بالصانع التقليدي ذاته وفي الطريقه ديال التفكير ديالو والاشتغال ديالو. انا هذه توصيه للصناع التقليديين انهم يغيروا من ديك النمطيه ديال العمل ديال الاشتغال ويحاولوا انهم يشتغلوا بواحد الفكر ديال المقاوله التجاريه الاقتصاديه وبالفكر ديالها والحموله ديالها الاقتصاديه التنمويه. كذلك توصيه ما قبل الاخيره وهي بالنسبه للغرف المهنيه، يجب اعاده النظر في القوانين المنظمه للغرف المهنيه والرفع من صلاحيات هذه الغرف بشكل اللي يتماشى مع التطور ديال الصناعه التقليديه وديال هذا القطاع. كذلك الرفع من الدعم المالي العمومي للغرف لانه اليوم الغرف كتشتغل بواحد الميزانيه اللي هي ضعيفه بالمقارنه مع دار الصانع. الا درنا غير مقارنه مع واحد جوج ديال المؤسسات اللي هما في نفس القطاع، الغرفه ديال الصناعه التقليديه عندها مسؤوليات كبيره اكبر من دار الصانع، والتمويل اللي تعطى دار الصانع هو اكبر بكثير الغرف المهنيه والانشطه اللي كديرها الغرف تفوق بكثير الانشطه اللي كديرها دار الصانع. شكرا على حسن استماعكم.